لو سمحت لما تتعامل مع القرآن والسنة لا تحصر معاني القرآن والسنة في معنى هو أقصى أمانيك. ممكن يكون معنى الآية أو معنى اللفظ واسع جدا، زي لما تقرأ كلمة مثلا وارزقنا وأنت خير الرازقين، بتحصر معنى الرزق في جيبك المنتفخ، وده معنى مش صحيح أصلا. وفتحت أي معجم من المعاجم هتلاقي معنى الرزق ده ما تقوم به حياة المرء من جميع الجوانب، ما تقوم به حياة المرء المادية والحسية المعنوية وغير المعنوية. إن زوجتك دي رزق، إن ولادك رزق، معاني كثيرة. أنت لما يكون منطبع في ذهنك المال يبقى مش هتعرف قدر النعمة التي يمتن الله عز وجل بها عليك. لما أنت تحصر معنى القرآن شفاء بس، إن أنت لما تبقى تعبان تحط إيدك على رأسك وتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بس إن القرآن عندك إيه؟ هو بس رقية بنسترقي بها. أنت حصرت كلمة شفاء في دي، مع إن الشفاء ده شفاء لكل الأمراض القلبية والأمراض التي تقع على الجوارح، شفاء في الشبهات اللي أنت بتعتريك والشهوات التي تعاني منها. القرآن إيه؟ شفاء. واحد ما عنده الشك يقرأ في القرآن يبقى عنده يقين، واحد يكون كذاب يقرأ في القرآن يبقى صادق، وواحد غافل عن آيات الله تبارك وتعالى فيقرأ القرآن فيستيقظ ويصحو من غفلته ويشوف فعلا إيه الحقائق من خلال قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن شفاء معنى شامل، مش معنى إيه، مش معنى جزئي أنت بتحصر القرآن فيه. وعلى فكرة الله عز وجل وصف القرآن شفاء 3 مرات مش مرة واحدة. أدي موطن، كل هو الذين أمنوا هدى وشفاء، ثم قال وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن يعني وننزل جنس القرآن مش بعض القرآن، وننزل من القرآن يعني وننزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين.